هلوسه. دلوقتي هسجل كل حاجة بالفيديو عشان لو في حاجة تخص سحر الأستاذ رأفت يتعرف عليها. دلوقتي أنا هخرج من الأوضة بعد ما اتأكدت إن شيرين خرجت ومشهاب وفريدة نايمين. فين الشاحن بتاع البتاع ده؟ أنا دلوقتي هسجل كل حاجة بالفيديو عشان لو في حاجة تخص سحر الأستاذ رأفت يتعرف عليها. أنا هطلع برا الأوضة دلوقتي بعد ما اتأكدت إن شيرين خرجت ومدام فريدة ومشهاب نايمين. أنا مش قلتلك 100 مرة مالكيش دعوة ببنات السكن؟ أنا مالي؟ أنا ماليش علاقة، واحدة انتحرت. أنت بتقولي لي أنا الكلام ده؟ أنا كنت عند مروة أخت تيتي الكوافيرة، كان عيد ميلادها. قلت أخرج أشوف الناس، كان بقالي كتير ما حضرتش حفلة. هرقص واغني لحد الساعة 3 الصبح. حتى سألي رجعت نمت. والبنت انتحرت بجد؟ قولي لأ. ليه لأ؟ انتي ما شفتيش كمية شرايط البرشام اللي طلعوها من اوضتها؟ انتي اكيد كانت مدمنة مش عارفة تعالج نفسها. وبعدين هي كاتبة انها انتحرت. هحاول اصدقك ولو ان انا شاكة ان الحكاية. هو مش ده المهم دلوقتي، هو المهم انه البنات قاعدين برا والظابط على وصول. ايه ده؟ انت هنا؟ ايوه، امال هروح فين؟ اصل هم قالوا انك هم يقولوا اللي يقولوه، المهم انت شايف ايه؟ انا شايفك موجوده. انا موجود طول ما انت عاوزني اكون موجوده. انا عايزك جنب العمر كله، انا مش عايزك تبعدي عني ابدا. بجد يا مروان؟ بجد ليلي انا كنت عايز اقول لك كلام كتير قوي من ساعه ما شفتك ابتسامتك اللي نورت حياتي كلها. ليلي انا بحبك قوي. انت كنت قلت كده من بدري، كانت حاجات كتير قوي هتتغير. خلاص يا ليلي،
ما فيش حاجة تقدر تفرقنا من بعض أبدا. أنت قدامي هو، أنت عايشة هو. مروان ما تيجي نروح نضرب كشري؟ أنت لسه زعلان يا صاحبي؟ معلش يا صاحبي، مسيرك يجي يوم وتنساه. يا ريتني قلت لها اني بحبها من زمان، هي قالت لي في حاجات كتير قوي كانت ممكن تتغير. وبعدين يا بنات انا علاء وزوق بيطردوني في كل مكان ومش عارفه اعمل معاهم ايه. ما تخافيش هما ما يعرفوش مكاننا هنا. انا برضو مش عايزه اعمل لكم مشاكل. مشاكل؟ ما احنا طول عمرنا عايشين في مشاكل ومشاكل مورانا في كل حته. صحيح، احنا المشاكل عايشه معانا زي الاكل والشرب. بقول لكم ايه، فاكرين لما كنا بنهرب من الحكومه ونستخبى في البيوت؟ وقال ايه البنت دي مره شافت عفريت وراحت للضابط تقول له ايه امسكني والنبي اقبض عليا اقبض عليا لحسن انا خايفه اتعفرط. بقول لك ايه، انت تكني هنا لحد ما ينسوكي. والله فكره، انا هقعد افتح فيسبوكي وانستجرامي واتسلى كده ويا رب بقى ينسوني يا رب. طب والله هو ده الحل. حل؟ حل ايه يا بنتي؟ هقول لكم بعدين. لو سمحت يا ابو شاب ممكن اشرب قهوه؟ طبعا حاضر. نيلي كانت مين صاحبتها؟ ومين اللي كانت عايشه معاها في الاوضه؟ سماح كانت طالبه في كليه الطب بس مشيت، وبعد كده ما كانش في حد قريب منها معين، يعني كانت هي قاعده في الاوضه لوحدها وصاحبتها بيروحوا لها. البنات بتيجي هنا اهوت على النوم، يا دوبك يناموا ويصحوا الصبح يروحوا كليتهم. انتوا بصحابها؟ ايوه يا فندم. تفتكروا هي انتحرت ليه؟ ما انتحرتش يا فندم، كانت بنت بتحب الحياة بتحب المزيكا والرقص وضحكتها مالية الدنيا، يعني مستحيل تكون انتحرت. فعلا استحالة تكون انتحرت، دي كانت بتحلم تتخرج وتفتح صيدلية. طب تعالوا نمضوا على المحضر. حاضر. تفضلوا انتوا. اكتب يا ابني، اقفل المحضر في ساعته وتاريخه، ويتم استدعاء الساده المذكورين اعلاه الى قسم الموطأ لاستكمال التحقيق. اقفل. السلام عليكم. السلام يا فندم. باشا انا قررت ان انا افتش كل البنات اللي موجوده في الدار، واللي هلاقي معاها برشام صداع هبلغ عنها. احنا مش ناقصين مصايب يا باشا، مش كده ولا ايه؟ ايه؟ إن شاء الله. فضل. فضل. ما هقول اللي بيحصل ده، أنا بجد مش مصدقة. أنا كمان مش قادرة أتخيل، هو ممكن الواحدة تجيلها حالة فجأة كده تكره فيها الدنيا وتتخلص من حياتها؟ ليه وأنت مصدقة إنها انتحرت؟ قصدك إيه؟ ما هي كاتبة إنها انتحرت. ما هو ده اللي هيجنني، إزاي انتحرت؟ دي واحدة كانت آخر حاجة عايزة تعملها إنها تساعد على المرافقة تلاقي سحر، وبعدين دي كانت على طول بتتكلم عن مروان. يا بنتي دي كنا لما كنا بنبقى متضايقين كنا بنروح لها عشان نضحك ونفرفش. أنا يمكن أكون شفتها مرة أو اتنين وكنت بشوفها دايما مبسوطة وبتضحك، لكن صدقوني البني آدم اللي بيبقى بيضحك ومبسوط على طول بيبقى بيداري جواه اكتئاب وحزن شديد، ما بيحبش يوريه للناس، فعشان كده بيداريه بضحكته وانبساطه قدامه. يا بنتي اكتئاب إيه وحزن إيه؟ دي واحدة كانت بتحب الحياة، ده انا كنت كل ما اعدي من جنب اوضتها اسمع صوت الاغاني وادخل الاقيها بترقص وفرحانة. انتحرت ازاي بس؟ مش شرط، ساعات الحزن والاكتئاب بيخلينا نرقص او نغني عشان نخرج من الاكتئاب ده،
بس ده ما بيخرجناش من الاكتئاب، ده بيخلينا نكتئب اكتر. انا اللي هجنني انها كانت عندي قبلها وما لاحظتش خالص وهي بتتكلم معايا انها مخنوقه او متضايقه، وانا والله ما كنت سبتها خالص حتى لو كنت هبات معاها. يا بنات في الاول وفي الاخر ده اجلها، والكل اجل انكتاب، ربنا يصبر اهلها. الله يرحمها، صبر مامتها بابا. يا بنات انا الحقيقه مش عارفه اقول لكم ايه، لكن انا زي امكم، اي واحده متضايقه من اي حاجه ولا جواها حاجه عايزه تحكيها تجيلي وتحكيها لي. انا مش عايزه في يوم من الايام الياس يوصلكم للانتحار زي نيلي. ليه؟ هو انت كمان مصدقه ان هي انتحرت؟ قصدك ايه؟ لو تعرفي حاجه قوليها. لا ما اعرفش، بس اوعدك اول ما اعرف اكيد مش هسكت. انا عارفه ان الموضوع صدمة علينا كلنا، بس هنعمل ايه؟ ده قدر ربنا. ادخل. تمام يا فندم، تقرير الطبيب الشرعي. معقولة؟ في حاجة يا فندم؟ لا روح انت يا مصطفى. لا مؤاخذة يا فندم، في واحد اسمه مروان بره عايز يقابل حضرتك. خليه يدخل. قول لي بقى مروان، معلوماتك ايه عن موضوع نيلي؟ انا هقول لحضرتك يا فندم على كل حاجة انا عارفها عن نيلي وعن الفيلا كمان. ما تغشش، انا شايفاك. العب مع اختك، تاخدش التفاح منها. جنونة جميلة حياتي. انت عليك وعلى جمال شعرك يا روح. ايه ايه؟ لا استنى 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 استنى. ليه 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 ليه؟ ليه سبتوني؟ ليه بتسيبوني لوحدي؟ ليه؟ ده انا بحبكم، سايبيني لمين؟ طب انا هفضل لوحدي ليه؟ ده انتوا روحي، ده انتوا النفس اللي بتنفسه كده كده بتسيبوني. طب انا مزعلتكم، حقكم عليا، سامحوني. قلت لكم كتير ان انا مش قصدي ازعلكم، من حبي فيكم يمكن، من خوفي عليكم. ده انتوا نور عيني اللي بشوف بيه. فاكره ينونه؟ فاكره حبيبتي ما كنا بنجري ورا بعض ونطلع على الجنينه واسبقك على المرجحه واتمرجح وتقولي انا الاول انا الاول انت كبيره، وفي الاخر بمرجحك برضه صح؟ ولا انت يا نور عيني حبيبي لما كنا نجري ورا بعض وتجري تجري 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 واجري وراك وتوقعني وتعورني، وما اجي اصرخ عليك وازعق تاخدني بالحضن، حضنك يهديني. اعمل ايه طيب عشان ارجعكم؟ اعيش ازاي من غيركم؟ ده انا حتى السندوتشات، السندوتشات اللي بتحبوها كل يوم اعملها هشيلها لكم بالجبنه بسطرمه وتاكلوا الحشوه واقول ماشي معلش. بس ده كان زمان، دلوقتي ما بتجوش. كل يوم اعملها وما تجوش، اعملها وما تجوش. لا لا، ما انا انام واصحى الاقيكم، يا نام وتاخدوني ليكم، يا نام واصحى الاقيكم، يا نام وتاخدوني ليكم، يا نام واصحى الاقيكم، يا نام وتاخدوني ليكم، يا نام واصحى لقيكم، يا نام وتاخدوني ليكم. هو ده يا فندم كل اللي أنا أعرفه. كلامك بيودينا لمناطق كتير وبيأكد شكوكي، بس للأسف تقرير الطبيب الشرعي طلع وبيأكد إنه انتحار. يا فندم أنا متأكد إن نيلي ما انتحرتش. نيلي مش ممكن تنتحر. عشان كده يا فندم انا مش هسيب الحكايه كده تعدي وخلاص، انا هفضل وراها لغايه ما اعرف ايه الحقيقه.
لان انا حاسس بتأنيب ضمير جامد. المفروض كنت معاها وما سيبهاش. انت يا جدع انت اللي واقف هناك، انت يا جدع انت اللي عمال تترقص، انت بتعمل ايه عندك؟ انت مجنون ولا ايه؟ هو انت بتكلم مين يا مروان؟ الراجل اللي واقف عمال يرقص هناك ده فين؟ ده الراجل ده هو راح فين؟ مكان واقف هنا دلوقتي. اه طيب يا مروان تعالى بس نريح كده وهدي نفسك. تعالى هدي نفسي ايه يا عم؟ انت شايفني مجنون؟ بقول لك كان في واحد هنا دلوقتي عمال يرقص هنا. تعالى بس يا حبيبي تعالى تعالى هننام ونريح نفسنا وبكره ان شاء الله نقوم زي الفل. تعالى بقول لك كان في واحد واقف دلوقتي. مصدقك يا حبيبي، مصدقك، انا مصدقك. تعالى تعالى بس بقى يلا. انت بتشغلني يا عمرو؟ انت مش مصدقني يا عمرو؟ بقول لك والله العظيم كان في واحد واقف هنا دلوقتي يا حبيبي. انا مصدقك، ما قلتش مش مصدقك. تعالى بس معايا هنريح وبكره نقوم زي الفل. تعالى تعالى اهدى اهدى بقى اهدى. تعالى اهدى يا مروان بقى. تعالى انا شايفه بعيني يا حبيبي. مصدقك. تعالى خش خش. هو ده باب الأوضة الغريبة اللي أنا قلت لكم عليها.